خير مولود من البشر، عمت فضائله كل العباد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر روح الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان كلامنا في الدرس السابق عن معنى المعجزات بالنسبة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأنبياء معجزات، وأعظم هذه المعجزات وأجلها شأنا وأطولها عمرا القرآن الكريم، هذا الكتاب الخالد الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا لا يعني أن المعجزات الأخرى يعني نرمي بها بعيدا أو نتركها جانبا أو لا نتحدث عنها باعتبارها مضت وانتهت، وإنما نذكر أن القرآن الكريم من أمهات المعجزات التي أيد الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك معجزات أخرى عظيمة شهدها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكانت سببا في إسلام جماعة منهم، وقوت إيمان جماعة منهم، وردت كيد كثير من المشركين والمنافقين واليهود الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. يعني كثير منهم يعني عندهم مواقف يعني مواقف غير مشرفة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنهم لم يبدوها مخافة المعجزات، لم يظهروا تلك المواقف مخافة أن تحدث معجزة فيفضحون. وقد فضحوا، قد فضحوا في مسألة خيبر، في مسألة بني النضير لما عزموا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره جبريل، وهذه من المعجزات. الناس يتأمرون داخل الحصن والنبي صلى الله عليه وسلم خارج الحصن ينتظرهم ليخرجوا إليه فأخبره جبريل، هذه معجزة. ومن المعجزات كذلك نقض عهد بني قريظة، فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم رأسا، أي لما رجع من الخندق ذهب إليهم رأسا ليزلزل ديارهم وأقدامهم، لأنهم خانوا العهد ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كثير من أعداء الإسلام منعتهم المعجزات من أن يتجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منعتهم المعجزات من أن حتى أن يفكروا، لأن كثير من تفكيرهم فضحه القرآن الكريم، كثير من تصريحاتهم فيما بينهم يعني خفية في ظلام الليل وما إلى ذلك فضحهم فيها القرآن الكريم وانطق بها القرآن الكريم، فيعني كبحت جماحهم وردت كيدهم، وأيد الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد توقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد قدمنا كونها من قبل الله، يعني أن المعجزات من قبل الله، بينما السحر من قبل ماذا؟ الساحر. السحر من قبل الساحر، هو الذي يسحر، هو الذي يعني يمارس تلك الأفعال الشيطانية، بينما المعجزات هي من قبل الله عز وجل يؤيد بها أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام. وأن ذلك بمثابة قوله صدقت، يعني كأنه قال له بلسان الحال صدقت. لما انفجرت المياه من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم قال لسان الحال صدقت، لما انشق القمر قال لسان الحال صدقت، لأن هذا لا يمكن أن يكون من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من قبل من أرسله سبحانه وتعالى.
فقد علم وقوع مثل هذا أيضا من نبينا ضرورة لاتفاق معانيها، يعني أن هذا معلوم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة، والعلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى النظر. العلم الضروري هو الذي لا يختلف عليه اثنان، هو العلم القطعي أو العلم المتواتر أو العلم المستفيض أو سميه ما شئت، بمعنى لا يختلف عليه اثنان. كل من درس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو درسها إلا ويجد في ثناياها وفي خلالها ويجد فيها المعجزات تلو المعجزات، ما من حدث وما من سنة وما من موقف وما من غزوة إلا وفي طيات هذه الأحداث وهذه الغزوات وهذه الحياة النبوية إلا وفي طياتها معجزات كثيرة، معجزات كثيرة. أراد القاضي عياض رحمه الله تعالى بهذا أن يرد على من يرد معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن هذه المعجزات هي من رواة الآحاد، والآحاد قد يصدقون وقد يكذبون، فترد أحاديثهم باعتبارها باعتبار أحاديث أحد. فقال لهم القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه كما سيؤكد فيما بعد، فقال لهم إن هذه الأخبار الدالة على معجزة أو الدالة على معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أو معجزاته مستفيضة، أفادت لدى دارسي السيرة النبوية والسنة النبوية، أفادت لديهم العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى تأمل ولا تفكر، يشقل صاحب السلم والنظر محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي والنظري محتاج للتأمل، العلم النظري الذي يحتاج إلى التأمل، يعني يحتاج إلى تركيب مقدمة الأولى والمقدمة الثانية باش تعطيك النتيجة، بينما العلم الضروري هو الذي لا يختلف عليه اثنان، كأن الواحد نصفه والاثنين. قال لك شو واحد ماذا يعني الواحد بالنسبة للجوج؟ تقول له نصفه لا يحتاج إلى النظر، ولكن إذا قال لك ماذا يعني واحد بالنسبة لاثني عشر؟ هو نصف سدوس لاثني عشر، نصف سدوس لاثني عشر، بمعنى يحتاج إلى تفكيك، إلى تفكيك العدد، يعني إلى تفكيك العدد 12 إلى 6 وتفكيك 6 إلى إيش؟ إلى أحد، فيعطيك سدوس نصف سدوس لاثني عشر، يحتاج إلى خطوات، بينما واحد نصف لاثني لا يحتاج إلى خطوات، لا يحتاج إلى الشمس تطلع كل صباح، يعني أمر لا يحتاج إلى نظر، لا يحتاج إلى تأمل، لا يحتاج، وقل مثل ذلك في سائر الأمور الضرورية. كما يعلم ضرورة جود حاتم، يقول قاضي عياض رحمة الله تعالى عليه كما يعلم ضرورة جود حاتم، وجب واحد يعني أمثلة مزيانة، أمثلة مليحة واضحة، جود حاتم وشجاعة عنترة وحلم أحنف، بمعنى أن هذه الثلاثة معروفون في التاريخ بهذه الصفات، حاتم الطائي معروف بالجود معروف بالكرم، ولكن لو ذهبت إلى كتب التاريخ التي تتحدث عنه وكتب الأدب وكتب الحكم وكتب الأمثال وكتب الشعر دواوين الشعر التي تتحدث عن هذا الشخص لوجدتها أحادا، يعني لوجدت أصول القصة أحادا، ولكن اجتماع هذه الأخبار واجتماع هذه الآحاد يقوي بعضها بعضا، فعرف الناس جميعا أن حاتما كان جوادا بدون نقاش. حاتم الطائي هذا كان قبل الإسلام، ومات قبل الإسلام بقليل، وقد أسلم ولده عدي بن حاتم، عدي بن حاتم هذا كان قد تنصر ويعني اتخذ نصرانية دينا، ولكنه لما هداه الله سبحانه وتعالى وأراد به الإسلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم بيته ورأى الحال التي يعيش عليها النبي صلى الله عليه وسلم، شظف العيش الذي يعيش عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجد في بيته إلا شنة معلقة ووسادة حشوها ليف
فرماها له النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس على هذه، يعني الضيف اللي هو عدي بن حاتم يجلس على الوسادة حشو أليف، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض. فإذا بعدي بن حاتم تعتمل هذه الأخلاق النبوية في نفسه وتعتلج في صدره ويقول دخلت على فلان وفلان من الملوك والأمراء الذين دخل عليهم، ما كان أحدهم في هذا المستوى من الخلق وفي هذا المستوى من الكرم، لأن الكرم أن تكون لديك وسادة واحدة فتعطيها لضيفك، ليس الكرم أن تكون لك وسادات بلا الحساب وتعطي لشي واحد وحدة، هذا مش كرم، هذا فضول في الطعام، فضول في الملبس، فضول في الفراش، فضول في، ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، هذا هو العطاء الحقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم يملك وسادة واحدة فرماها لضيفه وجلس على الأرض. فإذا به يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى عن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال يا رسول الله إنهم لا يعبدونهم، إنهم أي إن النصارى لا يعبدون أحبارهم ولا رهبانهم، لا يعبدون علماءهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يأمرونهم فيطيعون وينهونهم فينتهون؟ قال بلى يا رسول الله. قال فتلك عبادتهم إياهم، لأن العبادة هي الأمر والنهي، فإذا كان الأمر والنهي يعني أصله من الكتاب ومن السنة فإنك تعبد الله سبحانه وتعالى طبعا، فيكون الآمر والناهي بمثابة المرشد، بمثابة الدال على الله سبحانه وتعالى، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيكون أولي الأمر منكم الأمراء والعلماء بمثابة من؟ الدالين على الله، المرشدين إلى منهج الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا كان الذي يأمرك بما يخالف الكتاب وما يخالف السنة فتطيعه، ماذا يسمى ذلك؟ عبادة. فتلك عبادتهم إياهم بمعنى أنك خالفت أمر الله وخالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل فعل أمر العبد واجتناب نهي العبد، فتلك عبادتهم إياهم. حاتم الطائي هذا يحكى عنه أنه سمع قول المتلمس، المتلمس هذا معروف من الصعاليك، شاعر من الصعاليك المعروف، سمعه قال قليل المال يصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد، قليل المال يصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد، يقصد بالفساد هنا الإنفاق، يعني الذي ينفق فإنه مفسد في إيش؟ مفسد في ماله. فقال حاتم الطائي قطع الله لسانه، أنا قطع الله لسان ذلك الشاعر، حمل الناس على البخل، لأن هذا المعنى يحمل الناس على البخل، عندما تقول الناس عندما تنفقون فإنكم تفسدون، فإنك تحملهم على ماذا؟ تحملهم على البخل. فهلا قال لماذا لم يقل فلا الجود يفني المال قبل ذهابه ولا البخل في مال الشحيح يزيد، فلا تلتمس مالا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد، ألم ترى أن الرزق غاد ورائح وأن الذي أعطاك سوف يعيد، عنده إيمان بالرزاق وإن لم يكن مسلما وإن لم يدركه الإسلام، ولكنه يعلم أن هناك من يعطي، إيمان بيش؟ بصفة الرزاق، وهذا موجود في كثير من أشعار العرب، يعني عندهم بقايا الحنيفية. هنا حاتم الطائي يقول فلا تلتمس مالا بعيش مقتر، بمعنى لا تضيق على نفسك وتظن أنك ستوفر مالا بالتقتير والتضييق، لكل غد رزق يعود جديد، لكل غد رزقه، كل يوم رزق له رزقه،
ألم ترى أن الرزق غاد ورائح؟ يعني أن الرزق يأتي ويذهب، يوم له رزق كثير ويوم له رزق قليل، وأن الذي أعطاك سوف يعود. أن الذي شكون من الذي يعطي؟ الله سبحانه وتعالى. وأن الذي أعطاك سوف يعود فيعطيك من جديد. ثانيا، عنترة بن عمرو بن شداد، معروف بعنترة بن شداد، ولكن هو عنترة بن عمرو بن شداد العنسي، كان من فرسان العرب وكان من شعراء العرب، صاحب المعلقة المشهورة: هل غادر الشعراء من متردم، أم هل عرفت الدار بعد توهم؟ هل غادر الشعراء، هو أيضاً من المعلقات، هل غادر الشعراء من متردم، أم هل عرفت الدار بعد توهم؟ يعني هل غادر الشعراء من متردم؟ المتردم هو الشيء المتعطف عليه أو المنعطف عليه، بمعنى لم يترك الشعراء شيئا يقال. هذا ما يريد أن يقوله، يريد أن يقول لم يترك الشعراء شيئا يقال فيه شعر، بمعنى أن الشعراء استغرقوا كل شيء، نظموا في المدح والهجاء والغزل والريثة أغراض الشعرية الكثيرة. ولكن عرضه غير واحد فقالوا: كم غادر الشعراء من متردم، كم غادر، عرضه غير واحد بمثل هذا البيت. ودعوت أرباب البيان أريهم كم غادر الشعراء من متردم، قالها شاعر في وصف معركة هنا في الأندلس، أن هذه المعركة انتصر فيها المسلمون وحرزوا انتصارا كبيرا، فقال الشعر في هذه المعركة، يعني أراد أن يقول أن الأحداث التي تكون سببا لقول الشعري ما تزال متجددة، بمعنى أن هذه المعركة أوحت إليه بهذه القصيدة، وهي من الأمور التي لم تتركها الشعراء والأمور التي لم تقل فيها الشعراء شعرا لكونها حادثة العهد. ودعوت أرباب البيان أريهم كم غادر الشعراء من متردم، وقال آخر: كم غادر الشعراء من متردم، دخلت عظائمه لخير معظم، أي للشخص الذي قصد مدحه. نعم. الثالث من الذين ضرب بهم المثل هو الأحنف بن قيس، جد حاتم معروف معرفة لا تنكر، وشجاعة عنترة معروفة معرفة لا تنكر، وحلم أحنف. أحنف بن قيس هذا كان من عده بعضهم من الصحابة وبعضهم عده من التابعين، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم ير خليل المدينة حتى توفي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الرجل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، من مكرماته ومما يجعل العلماء الذين يكتبون في الصحابة يذكرونه في الصحابة هذه المنقبة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وسبب هذا الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث شخصا إليهم، إلى قبيلة الأحنف بن قيس، ليدعوهم إلى الإسلام. فلما دعاهم ذلك الرجل قال لهم الأحنف بن قيس، يعني واحد منهم، قال: إن هذا الرجل يأمركم بالخير ويدعوكم إلى الخير، بمعنى هذا الشيء اللي يقول هذا السيد يدعوكم إلى مكارم الأخلاق وإلى الخصال الحميدة. فلما رجع هذا المبعوث إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكى له القصة، قال لو كنت أدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وعلمهم مبادئ هذا الدين، فإذا برجل يقال له أحنف، يعني اسمه صخر، ولكن أحنف سمي أحنف لشيء من الاعوجاج في رجليه، لأن الأحنف يعني المائل أو المعوج في رجليه، شيء من الاعوجاج، بمعنى يعرج شيئا ما، فيه شوية العرجة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا سمي أحنف والحنيفية. لماذا سمي المسلم الحنيفي؟ حنفاء مخلصين، لأنهم مائلون، مائلون عن ماذا؟ مائلون عما يعبده الناس إلى طريق الحق، إلى الصواب، مائلون عن عبادة الأصنام إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. يقال له أحنف، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر لأحنف، اللهم اغفر لأحنف. أحنف حكى هذا، قال لما كان في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذهب إلى الحج، بينما هو يطوف بالبيت فإذا برجل قال له: أفلا أبشرك؟ قال له: بلى. فقال: كنت عندكم في يوم كذا وكذا وكذا، فلما رجعت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فدعا لك فقال: اللهم اغفر لأحنف. يعني الذي نقل خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نقل إليه خبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان رضي الله تعالى عنه من جلة الحلماء والعلماء والدهاة العقلاء، كان من كبار التابعين. الحليم هو الذي يصبر كثيرا من غير ضعف، الحليم هو الذي يصبر كثيرا من غير ضعف، يتحمل. قيل لأحنف: ما سبب حلمك؟ قال لهم: لست بحليم ولكنني أتحلم، لست بحليم ولكنني أتحلم. قال هذا من باب التواضع، وإلا فهو أحلم الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، طبعا بعد الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن ما معنى أتحلم؟ أتكلف الحلم. والعلماء يقولون: التخلق يأتي دونه الخلق. إذا أراد الإنسان شيئا لابد أن يتكلفه في البداية حتى يصبح طبعا أو سجية من سجاياه أو طبعا من طبائعه. فإذا أردت أن تكون صابرا ماذا تفعل؟ تتصبر. وإذا أردت أن تكون عالما ماذا تفعل؟ تتعلم. وإذا أردت أن تكون فقيها ماذا تفعل؟ تتفقه. وإذا أردت أن تكون حليما فتحلم. فإذا أردت أن تكون صاحب خلق فتخلق. إن التخلق يأتي دونه الخلق، أي الطبع. إن التخلق أي تمثل الفضائل، تمثل المكارم، تأتي دونه المكارم نفسها. قال الحسن البصري رحمه الله: ما رأيت شريف قوم أفضل من الأحنف. يعني ما رأى أحدا شريف قوم طبعا في التابعين أفضل من الأحنف. الأحنف هذا رضي الله تعالى عنه وقعت له قصة مع أبي ذر الغفاري.
لأن الأحناف لما دخل في الإسلام جاهد وشرق وغرب وذهب إلى العراق وإلى الشام وإلى الحج وإلى اليمن، يعني كان من الذين تسند إليهم المهام الكبيرة والاستشارات العظمى، يعني الناس الذين يتخذون مستشارين لأمراء وملوك ذلك الوقت. كان عبيد الله من أقارب سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه، كان وليا له على البصرة في العراق. وهذا الرجل عبيد الله اتخذ حاشية من الناس الذين يوافقونه واستبعد الأحناف. الأحناف استبعده، ولماذا؟ لأن الأحناف لا يسكت على الباطل، فإذا رأى شيئا يقول هذا هو الحق. فقال له معاوية، بعث له برسالة، قال له ائتني بأعيان قومك ورتبهم حسب ترتيبهم عندك، يعني واحد الرقم واحد الرقم جوز حسب المنزلة التي يحتلونها عندك. طبعا دعاهم يعني العلماء ديال البصرة ورتبهم واحد جوج ثلاثة وجعل آخرهم أحنف، يعني جعل آخرهم أحنف لأنه يستبعده لا يستطيع أن يتركه لمكانته وعلمه وشهرته ومعرفة معاوية له، ولكن في الوقت نفسه ما يستطيع أن يجعله أول القائمة. فدخلوا على معاوية بالترتيب، يعني الرقم واحد الرقم جوج حسب المكانة والمنزلة عند عبيد الله أمير البصرة، فكان آخرهم الأحناف. فلما دخل قال له معاوية مرحبا يا أحناف تقدم، فأجلسه بجانبه، يعني بدلا من أن يجلسه في آخر القوم أجلسه بجانبه، يعني فبدأ يلتفت إليه ويسأله ويترك الآخرين، ويترك هذا الرقم واحد وجوج وثلاثة يتركهم ويلتفت إلى أحناف بن قيس. من بعد ما تحدث إليه استشارهم في أمر عبيد الله، كيف حال سيرة عبيد الله فيكم؟ يعني هو عبيد الله ذاك الأمير ما حضرش في المجتمع أو في الندوة أو في النادي، ولكن سأل أعيان البصرة فإذا بهم يثنون عليه بخير على خير، يفعل كذا ويفعل كذا ويواسي المظلوم ويقري الضيف ويقوم كذا، يعني يثنون عليه والأحناف ساكت. فقال له معاوية لما تسكت يا أحناف تكلم. فقال له إن تكلمت خالفتكم، خليني افتقر، إن تكلمت خالفتكم، بمعنى إن تكلمت أقول عبيد الله لا يساوي شيئا، خصك تشوف لنا شيء واحد آخر، إذا خليني. فكان سكوته تعبيرا أو كان سكوته أفصح من تعبير الآخرين. فقال لهم معاوية إذا كان الأمر هكذا، يعني إذا وقع الخلاف على عبيد الله أن يصلح ولا يصلح، انظروا أي واحد منكم وليه عليكم، وغدا إن شاء الله وبعد ثلاثة أيام رجعوا عندي، يعني بعد ثلاثة أيام يبقوا غير في دمشق لأن العاصمة الأموية هي دمشق، يبقوا غير في دمشق ثلاثة أيام يتشاوروا بيناتهم يديروا الاجتماعات ديالهم وينصبوا واحد منهم. فتنازعوا من يكون الأمير، كل واحد يريدها لنفسه، والأحناف لم يستشير معهم ولم يستشيروا معه، الأحناف ما دخلش في هذه المشاورات من الذي سيكون أمير البصرة غير عبيد الله، لأنه عزله في ذلك المجلس، قال لهم إني عزلت عبيد الله ولكن اذهبوا أنتم اختاروا واحدا منكم ليكون أميرا عليكم. مضت ثلاث أيام وجاءوا إلى معاوية رضي الله تعالى عنه، قال لهم لما توصلتم؟ فوجدهم مختلفين كل واحد وما يريد أن، والأحنف ساكت، قال له أنت تكلم يا أحنف. قال له يا أمير المؤمنين إن كان لابد من تولية أحد فليس هناك أحسن من عبيد الله، أنا ذاك الأول، فليس هناك أحسن من عبيد الله، بمعنى هذو كلهم
يتكالبون على ماذا؟ على الدنيا، يتكالبون على المال، يتكالبون على السلطة. فلن تجد أحسن من عبيد الله. فدعاه معاوية فقال وقال لهم في ذلك المجلس: ما دمتم لم تتوصلوا بشيء فأنا قد أعدت عليكم عبيد الله. ودعا عبيد الله فقال له: إن أحنف بن قيس لماذا استبعدته؟ فإذا به يذكر لأنه يعارض، لأنه يعاكس، لأنه كذا. فقال له: عزلك وولاك في هذا المجلس، عزلك بسكوته وولاك بسكوته في هذا المجلس، عليك به، فإنه الرجل النصوح. أما هؤلاء إن ولي عليهم غيرك فإنهم سيقولون له الكلام الذي يقولونه لك، بمعنى سيمجدون فيه ويمدحون. فعاد عبيد الله مع الأحنف بن قيس ومع تلك الجماعة وقربه وجعله مستشاره ولا يبت في أمر دونه، ونفعه في كثير من المواقف الصعبة ومن المواقف العظيمة. قلت وقع له في دمشق مع أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، وجده في مسجد من مساجد دمشق يصلي، وقد أصبح أبو ذر في ذلك الوقت شيخا كبيرا. فقال الأحنف بن قيس، لأنه كان من العلماء، فقال لهم، فقال لي في نفسه: سأسأل هذا الشيخ، يعني هذا الشيخ الكبير، عمن صرف، عن الشافعي أم عن الوتري؟ يعني يظنه شخصا جاهلا لا يعرف هل صلى جوج ولا صلى وحده. أسأله هل انصرف عن وترين أم عن شافعين. فقال له يا عبد الله، هل انصرفت عن شافعين أم عن وترين؟ بمعنى هل صليت الشفع ولا الوتر؟ يظن في نفسه أنه شيخ لا يدري ماذا يفعل، يتخبط خبط عشوى في الصلاة. فقال له أبو ذر رضي الله تعالى عنه: لا أبالي على أيه من صرفت، لا أبالي على أيه من صرفت، سواء انصرفت عن الشفع أو انصرفت عن الوتر، لأن المهم عندي أن أسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنني سمعت صاحبي أبا القاسم، سمعت خليلي أبا القاسم. فغلبه البكاء فسكت قليلا، ثم قال: سمعت خليلي أبا القاسم. فغلبه البكاء مرة ثانية، مرة ثالثة، عاد قال: سمعت خليلي أبا القاسم. من هو أبا القاسم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. سمعت خليلي أبا القاسم يقول: ما من عبد سجد لله سجدة إلا رفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. يعني هذا من الصحابة، مش واحد عادي. فقلت له: من أنت يا عبد الله؟ قال: أنا أبو ذر. أنا واحد كيقولوا لي أبو ذر، يعني أنا أبو ذر. سيقول أنا أبو ذر، تعرفون من هو أبو ذر؟ الرجل الكبير الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كان أمة وحده. أبو ذر أمة وحده في إعلان التوحيد في مكة، أمة وحده في دعوة قومه إلى الإسلام، أمة وحده في الشام لما كان يدعو الناس فيها إلى اتباع الحق ومخالفة الهوى، أمة وحده في بعض الغزوات كان يمشي وحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. وهذا دخل في المعجزات، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في واحد الغزوة، هي غزوة العسيرة أو العسرة أو غزوة تبوك، أسماء مختلفة، دي غزوة واحدة. تخلف بعض الناس الذين ما يستطيعون مواصلة السير، إما لكون جمالهم قد تعبت أو لكونهم ما لديهم جمال فتعبوا أنفسهم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من تخلف؟ فيقولون: فلان وفلان، فيذكرون مجموعة. فإذا بشخص يتراءى من بعيد، فقالوا: يا رسول الله، يعني شبح يتراءى من بعيد، شخص لا ندري هو رجل ام امرأة، انسان ام دابة، يعني شي حاجة تتحرك بعيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فكان أبا ذر. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الجيش الإسلامي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحمك الله يا أبا ذر، تا
تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. تمشي وحدك في غزوة تبوك وتموت وحدك في الربدة وتبعث وحدك يوم القيامة. فصدقة اثنتان اللتان هما في الدنيا، وستصدق الثالثة ولا شك، لأن هذا من قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الأحنف بن قيس: فتقاصرت لي نفسي، يعني تصغرت عندي نفسي حق الرسول، لأن ما عمرك تحقر شي واحد، قلت شي واحد كيصلي فبدأت تجرب فيه، هل انصرفت عن ويترين انصرفت عن شفعين؟ ها، واترك عباد الله فالرب ابصروا. نعم صحح إذا استطعت أن تصحح. إذا رأيت شخصا لا يحسن الصلاة قل له صلاتك ينبغي أن تكون كذا وكذا، صحح له باللين والرفق وبالتي هي أحسن. أما أن تقول إن هذا لا يعرف وتتهمه وأنت لا تعرف من هو، لا يعرف عباد الله إلا خالقهم سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فتصغرت نفسه الأحنف بن قيس رضي الله تعالى عنه لما قال له أبو ذر أنا. قال مولانا الأحنف، كيوصف لنا السيرة دي الأحنف: قل ما خلا إلا دعا بالمصحف، قل ما خلا إلا دعا بالمصحف. يعني من سيرة الأحنف بن قيس المحافظة على القراءة في المصحف. قال يونس بن عبيد: القراءة في المصحف من سنة السلف، القراءة في المصحف من سنة السلف. يعني لا يقرأ في المصحف كما نعتقد نحن، لا يقرأ في المصحف إلا من لا يحفظ القرآن. الذي يحفظ القرآن هو أولى بماذا؟ بالقراءة بالمصحف، ثم يليه الذي لا يحفظ. يعني القراءة في المصحف عبادة، يعني عبادة العينية، يعبد بالعين ويعبد بيش باللسان، ويعبد أيضا بالتفكير والتدبر والقلب، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول يونس بن عبيد: وكان النظر في المصاحف خلقا من الأولين، وكان النظر في المصاحف خلقا من الأولين. ماذا يقصد بالأولين؟ السلف رضي الله تعالى عنهم. ذكر هذه المجموعة من الأخبار عن الأحنف بن قيس ابن سعد في طبقاته. والقسم الثاني، إذن قسم من المعجزات بلغ مبلغ التواتر، وبلغ مبلغ القطع، وبلغ مبلغ العلم الضروري. والقسم الثاني ما لم يبلغ مبلغ الضرورة والقطع، وهو على نوعين. القسم الثاني ما لم يصل إلى درجة القطع، وينقسم أيضا إلى قسمين: نوع مشتهر منتشر، ونوع اختص به الواحد والاثنين. هذا التقسيم الذي عمله قاضي عياض رحمة الله تعالى عليه هنا هو تقسيم علماء الحديث للأخبار. المحدثون يقسمون الأخبار إلى خبر متواتر، وخبر مستفيض، وخبر أحد، خبر غريب وخبر عزيز، الغريب والعزيز. ثلاثة المستويات: المستوى الأول هو الخبر المتواتر الذي يستحيل تواطؤ الناس فيه على الكذب، هو الذي قدمناه وضرب له الأمثلة بشجاعة فلان وحلم فلان وجود فلان. قسم الثاني ما اشتهر وانتشر ويسميه المحدثون المستفيض، استفاضة. رواه العدد، يعني العدد يكون ثلاثة الفوق، رواه ثلاثة الرواة ولا أربعة ولا خمسة وهكذا. وشاع الخبر به عند المحدثين والرواة ونقلت السير والأخبار، ونقلت السير والأخبار، لأن هذه الأمور التي نتحدث فيها اللي هي معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم هي مبتوتة بين ثنايا كتب الحديث وكتب السير وكتب الأخبار، يعني كتب التاريخ مبتوتة في هذه الكتب، في هذه الأنواع من المصنفات. ونقلت السير والأخبار كنبع الماء من بين الأصابع، وتكثير الطعام، وحنين الجدع، وكلام الضب، والدراع الذي رواه الشيخان. أضرب الأمثلة بنبع
لما من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. المشتهر والمستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه في غير ما موقعه، في غير ما حادثة، مش من رمش جوج. وحضر ذلك جم غفير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا رواه جابر أو رواه أنس، يعني رواه الفرد، فإن الجماعة التي حضرت سكتت، وسكوتهم لا يعني أنهم سكتوا على باطل. نحن نعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يسكتون على باطل. إذن فسكوتهم يدل على ماذا؟ على أن هذا الأمر واقع. وقد وستأتي الأمثلة إن شاء الله سبحانه وتعالى للنبي من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وتكثير الطعام، الطعام القليل أيضا يعني كثر بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يد النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقة المقبلة. حنين الجذع، جذع النخلة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف بجانبه أو يستند إليه وهو يخطب يوم الجمعة. لما صنع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر وصعد المنبر وترك الجذع، حن الجذع كحنين الناقة إلى ولدها، فسمعه كل من في المسجد. هذا خبر مستفيد وغير مستفيد؟ مستفيد. فسمعه كل من في المسجد، كما جاء في بعض الروايات حنين كحنين العشار، كحنين العشار كحنين الناقة، له صوت مسموع. حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وضمه فسكت. الضب الذي اصطاده أعرابي، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أنا يا ضب؟ فقال: أنت رسول الله حقا. فشهد الأعرابي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكذلك الدراع الذي سم في غزوة خيبر، يهودية وضعت السم في الدراع، فأخبر هذا الدراع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسموم بعد أن وضع لقمة في فيه فرماها، ووضع أحد الصحابة في فيه وازدردها يعني صرتها، فقتل في حينه، يعني سم مميت فقتل في حينه. فبعض الروايات تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل تلك اليهودية بهذا الشخص، يعني النفس بالنفس، وبعضهم قال عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها جاهلة بأحكام الدين وأمور الدين فأسلمت بعد ذلك. نعود إن شاء الله سبحانه وتعالى لمتابعة الحديث عن النوع الثالث أو النوع الثاني من هذا القسم الثاني، وهو ما جاء من أخبار الأحد من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح العمل، وأن يهدينا سواء السبيل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.